السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مشاهدات كديري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم بأحسن أحوال الصحة ديالكم تكون جيدة إن شاء الله. اليوم إلا بغى الله نشارك معكم هذه الحلوة ديال الطبقات المعروفة، يعني كل شيء كيصاوبها، وبغيت نشارك معكم حتى أنا الطريقة ديالي. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، إلا عجبتكم ما تنساونيش من اللايكات والتعليق ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء باش تعمل فائدة إن شاء الله. ندوزو لطريقة التحضير والمكونات. هنايا كما كتشوفوا معايا، هاد هما المكونات اللي غادي نحتاج فيها. عندي كاس العنبه ديال السكر سنيده، عندي كاس ديال الزبده اللي ذوبتها، عندي هنا واحد 4 المعالق ديال الكاكاو، واحد 3 ديال حبات البيض، عندي هنا دقيق على حسب الخليط، عندي قرصه ملح، وعندي جوج خمارات حمرين وجوج خمارات ديال لافاني، والكونفيتور اللي غادي نحتاج فيه واحد جوج معالق. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. هنايا غادي ندوز لطريقه التحضير. غادي نضيف السكر وغادي نضيف البيض، المهم غادي نضيف هاد المكونات كاملين حتى يندمجوا ليا مع بعضياتهم، ونرجع معكم باش نكملوا الفيديو ان شاء الله. صافي، هنا من بعد ما جمعت العجينه قسمتها على جوج. هاد النص هذا غادي ندير ليه الكاكاو، يعني ما غاديش نستعمل هذاك الكاكاو كامل، ممكن نستعملوا واحد 4 المعالق ولا 5 على حسب الكميه ديال العجينه، والاخرى خليتها يعني بيضه. يعني كما معروفه الطريقه ديال الحلوه ديال الطبقات، راه النص كنديروه بالكاكاو والنص كنخليوه ابيض. صافي، غادي نستمر حتى ندخل هذا الكاكاو هذا مع العجينه، وخليكم مع الفيديو حتى كما قلت لكم، خليكم مع الفيديو حتى للنهايه ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هذه الحلوه. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، يعني ممكن ديروا الكوك، ممكن ديروا طونيك. انا الصراحه زينت بالطونيك ودرت عليها واحد شويه ديال الكونفيتور قبل ما ندير عليها الطونيك. صافي، كما بان لكم في الصوره، هنايا بديت كنصوب فيها. اسمحوا لي، راه مشى ليا واحد المقطع ديال فاش كنت كنقطعها، كنعتذر.
وكنضرب لكم موعد فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله. فانا غادي نستمر حتى نكمل الحلوه ديالي. فرجه ممتعه، الى اللقاء.